السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده برنامج رائع جدا لتسجيل فيديوهات، لان انت تعمل تعديل على الفيديو، ان انت تحط ترجمة، ان انت تعمل فيديوهات ليوتيوب، الانستجرام. الميزة ان البرنامج دوت اولا مجاني، كده كده عندك على الجهاز، يعني انت مش هتسطبه. وفي حاجة جميلة جدا ان انت ممكن اونلاين تلاقيه بشكل سهل جدا، مجرد ان انت تكتب اسم الموقع، تمام، كلمتشامب.com. هو تبع مايكروسوفت، فمايكروسوفت مديالك هديه مجانيه. ممكن تقول له انا عايز اسجل او عايز اعمل كريت انيو فيديو او كريت فيديو ويز اي اي. الذكاء الاصطناعي هيساعدك ان انت تعمل الفيديو بتاعك. ممكن تعمل تكست اوفرلاي، ممكن تعمل سلايد شو. امكانيات رهيبه جدا، تبليت كتيره موجوده، تمام، وزي ما بقول لك مجاني، مش هتدفع فلوس. طيب كريت انيو فيديو، بيفتح لك شاشة سهلة جدا، ممكن ترفع فيديو او تقول له سجل لي فيديو. بيقول لك ان انت تقدر تعمل ايديت لاكتر من عنصر مرة واحدة، تعلي الصوت بتاعهم، او كل مرة بيديك ملحوظة حلوة، يعني حاجة يكون عاملينها جداد. بيقول لك انت تقدر تعمل امبورت ميديا، يعني تقدر تدخل صور وتدخل صوت وتدخل فيديو، كل اللي انت عايزه. بص لو دوست كده هيقول لك براوز فايل او من التليفون. من التليفون دي فكرة سهلة جدا، ان هو بيديك علامة تعملها سكان، خلاص تلاقي الملفات بتاعتك كلها موجودة على الموقع او على البرنامج. وزي ما قلنا البرنامج والموقع مجاني. طيب وعندك ان انت لو عندك وان درايف او جوجل درايف او دروب بوكس، يقدر ان هو ياخد منهم الملفات على طول. طيب ممكن اقول له انا عايز حاجات عندي على الجهاز، فتقدر تجيب فيديوهات او صور او صوت زي ما انت عايز، تمام. الفيديو هياخد وقت في التحميل، فعشان اوفر معاكم الوقت اقول له لا ده انا عايز ايه، كم صورة كده. مستو ان انت بقى مش عامل برنامج وكراك والقصص دي كلها، الموضوع هيبقى اسهل بكتير، تمام. عايز اخد صورة، ما يكونش ممكن اخد الصورة ديت والصورة دي، وتقدر ترفع الصوت، تقدر ترفع اللي انت عايزه. طيب ممكن بس تعمل تسحب وتحط، وتقدر تتحكم في طول كل واحده فيهم قد ايه، هتقعد كام سنه. ممكن تسحب اللي بعده وتبدا ان انت تحط، وتعمل تقدر تعمل مونتاج للفيديوهات وللصور، تقدر تعمل حركه بين الصوره دي والصوره دي اهي، تمام. تقدر تقول له انا عايز اعمل حركة نقل من دي، فيقدر ان هو يعمل لك الحركة اللي انت عايزها. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز من هنا، هتلاقي في مكتبة انتقالية، تقدر ان انت تسحب اي واحدة فيهم وتحطها هنا، فيبدأ يظهر معاك بالشكل دوت. فعندك حاجات انتقالية كتيرة جدا. وعندي هنا برضو خاصية حلوة قوي قوي، يعني اللي هي كابشن. كابشن عبارة عن ايه؟ ان هو يقدر يترجم لك الفيديو. لو اي فيديو موجود معاك يقدر ان هو يترجمه لك اوتوماتيك، ويعمل لك ترجمة ليه حتى لو بلغة عربي، اي لغة انت عايزها. خلينا نرفعها مع بعض فيديو كده ونشوف. او ممكن تقول له ريكورد، دي ميزة حلوة قوي ان انت تقدر تسجل. ممكن تقول له انا عايز اسجل السكرين والكاميرا اهوت، تمام، فهيبدأ ان هو يسجل. ممكن اقول له مش عايز الكاميرا لان انا مشغلها، تمام. تختار المايك اللي انت عايزه، فهو بيديك ملحوظات قبل ما تبدأ تسجل. بيقول لك انت محدود ان انت تسجل لحد 30 دقيقة. انا شايف ان 30 دقيقه دي كويسه جدا، يعني ما فيهاش اي مشكله خالص، ده انت تقدر تسجل في اي وقت. طيب ممكن تقول له انا عايز اسجل ويندوز او جوجل تابس معينه، تمام. هقول له انا عايز اسجل الشاشه ديت، او ممكن تقول له عايز اسجل الشاشه كلها، فهو بيبدا يسجل. طبعا شكلها غريب لان في كذا نافذه مفتوحه ورا بعض. طيب في اي لحظه بقى خلاص انت سجلت، هتقول له وقف،
فيبدأ يعمل معالجة للفيديو اللي انت عامله. يبقى انت عندك تقدر ترفع صور، تقدر ترفع فيديوهات، تقدر تسجل زي ما انت عايز، هنسجل الشاشة كلها. هو بيبدأ يسجل طبعا شكلها غريب لأن عملت له سيف دلوقتي، فهو بيبدأ يجهز الفيديو اللي احنا لسه عاملينه. اهو بيقول لي انت عايز تسجله فين. طيب هقول له سيف على الداونلود، وبعد كده اقدر اعمل له رفع لي الشغل بتاع هنا يور ميديا. هو اوتوماتيك حط الفيديو اهوت. تمام، تقدر تعمل فيد ان يعني يبدا من غير صوت وبعد كده الصوت يعلى، وفيد اوت يعني الصوت يقطع. ممكن تقول له كابشن وتقول له تيرن اون اوتو كابشن، هو اوتوماتيك بقى يبدا يعمل. طيب ممكن تقول له انا عايز عربي، وممكن تختار عربي مصري. شوف بقى اللهجة اللي انت بتشتغل بيها اهي. فلتر يعني ايه؟ لو ما تلاقي كلمة وحشة ابدأ ان انت ايه ما تترجمهاش، حط مكانها اكسيت وقول له تيرن اون اوتو كابشن. فانت كده بتلاقي الترجمة، او بيبدأ ان هو ياخد الكلام بتاعي ويبدأ ان هو يعمل له الترجمة. فدي ميزة مش موجودة في بقية البرامج. غريب لان في كذا نافذة مفتوحة ورا بعض، فهتلاقيه عمل لك الترجمة هنا. تقدر ان انت تعدل فيها لو في اي كلمة بترجمة غلط عادي تقدر انت تعدل فيها. تقدر تحمل لك ملف SRT وتفتحه على الوورد وتعدل فيه. فدي ميزة كويسة جدا، لان انت بتحتاج لبرامج متخصصة وتدفع فلوس عشان يعمل لك الترجمة دي، او يكتب لك الترانسكريبت اللي هي النص، تحويل الكلام لنص. فدي ميزة فيها ذكاء اصطناعي كويسة جدا من البرنامج.